مرحبا. اهلا. بدي عزبك منين 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 بيروحوا على وزاره الصحه؟ وزاره الصحه؟ اي نعم. ايه ليك بتروح اول مفرق على اليمين، بترجع على اليمين، بترجع على الشمال، بترجع على الشمال، بترجع يمين شمال يمين، بنايه سابع طابق. كعيت. حظو. يمين يمين، شمال شمال، يمين شمال يمين، بنايه سابع طابق، بس ما تضيع لانه في كثير وزارات حد منها. ايه قالوا لي مش هيك. لحظه لحظه. شو بدك بوزاره الصحه؟ لك حشور. لا انا بعرف حدا بيساعدك هونيك اذا بدك. اه والله انا رايح على وزاره الصحه، قالوا لي بتروح عند الوزير خلوف، بتروح لهونيك لعند خليفه. ايه هذا هو خلوف. خلوف. بتروح لعنده لانه بدي عمليه. عمليه لشو؟ بخصوص شو اسمه؟ بخصوص شو؟ شو اسمه؟ ما انا ما مش ولا شيء. مش شو؟ ماشي ولا شيء. شو شو اسمه؟ ما مش ولا شيء. ما مرتي قالت لي انه انا مضروب من 10 سنين. من 10 سنين انا ما مضروب. وين مضروب؟ شو اسمه؟ باجرك؟ لا اعلى شوي. اعلى؟ ايه. على الكاحل؟ لا على البطة. لا خلص حيث على الصابونة. خلص لا بيسمعوا. خلص انا بقول لك لون هني بلت استرك ستر. ميرسي الله يخليك. جربت تاخذ شيء اشياء هيك؟ ايه اخذت كل شيء. اخذت زلوع ازرق اخضر موب. قالوا لي كل ليلا ليلا حبيت ليلا. اخذت حبيت الليلا. ايش ليلا ليلا؟ ما مش حال الليلا. قالوا لي كل خرمه. طيب شو صار؟ اكلت خرمه. بقينا ما مش ولا شيء. قالوا لي بتروح عند خلوف خليفة. ايه هذا هو خلوه بتروح بيعمل لك عملية بتصير ان بطل ما مش انه بدي مصبوط. عملية مزبوط مزبوط. اسمه مطرح مدلاتك روح. نعم. ايه روح على الطابق السابع. سأل مين ما سأل؟ سأل عن وزير خلوف. ايه خليفة. وزير خليفة. وشوف هونيك بعدين وزلمه كويس هيك بيعمل لك شي عمليه على وزاره الصحه يمكن ما يدفعوك شيء. ايه ما هي على وزاره الصحه. بس بيني وبينك نعم انه على شكلك هيك انا بقول انه قد ما يعملوا لك عمليات ما راح يزبط معهم شيء. عم بمزح معك عم بمزح معك لك بغير لون. خلص خلص شد حيلك يلا موفق. تاكسي تاكسي. هو هي يمين يمين شمال شمال يمين يمين شمال الطابق الرابع لا الخامس الطابق الخامس. معالي الوزير. معالي الوزير بارود وينك؟ يلا يلا جاي. وينك مش عم شوفك. يلا كنت عم شيل الفايل من الجرور. يلا مصور دلال مين اللي عبلي بالفايلات؟ انت كان بيدا جرور من عضو دك جرور. يعطيك العافية معالي الوزير. الله يعافيك حبيبتي. شو عنا اليوم؟ هودي نتائج رسمية نهائية لانتخابات البلدية صاروا جاهزين. يا تاتيانا نفسي حزينة حتى الموت لأن ما قدرنا نقرأ الإصلاحات على قانون الانتخابات البلدية. بس ما عليه هالمرة زركوني بالوقت. أنا آخر الشهر مقدم مشروع إصلاحات أنا وياهم والزمن طويل. في مدام بدها تقبلك بخصوص الكوتا النسائية. إيه خلاص تفضل. بس مين اللي عبلي بالفايلات؟ تفضلي مدام. إذا كان بهذا الجرور مين حطه بدك الجرور؟ بونجور معالي الوزير بارود. بونجور. 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 بونجور عم تسمعيني؟ معالي الوزير صراحة أنا عم بسمعك بس ما عم بقشعر. أنا هون وراكي بالطابق الأول. الطابق الأول وين؟ على اليمين على اليمين. هي سري ما توخذني ما قشعتك. بونجور معالي الوزير. أول مرة بنبسط لأني قصير. مرسي. إذا ما عم تسمعيني افتحي بلوتوث متواصل أكثر. شو رأيك؟ مهضوم معالي الوزير. حقيقة أنا جاي أحكي معك بموضوع الكوتا النسائية. تفضلي أهلا وسهلا فيكي. ولك معقول يا معالي الوزير بس 20% للكوتا النسائية وما لحقنا نتهنى عليها لرجعتوا كمان لغيتوا لنا إياها؟ إنه نزلتي لي دمعتها يعني شو في يعمل أنا؟ بعدين لحظة ما تفكر نحن بالأساس كنا راضيين على 20%. يعني معقول عنا بالمجتمع اللبناني كل 7 نسوان على رجال وبالمجلس البلدي كل 4 رجال على مرأة؟ ولا ما بيصير هيك؟ يا حبيبتي أنا هدفي كان هالدورة 20%، الدورة اللي بعدها 30، اللي بعدها 40 لنوصل 50%. شو بعد 4 دورات بنكون شبنا وكبرنا وختيرنا يا معالي الوزير؟ لا 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 أنا بعرف المرأة ما بتكبر، بالعكس المرأة كل ما كبرت كل ما صغرت وكل ما صارت مهضومة وأحلى أكثر. ياي حكيتك شو حلوين وكرمال هيك مقبول منك كل شيء. ونحن اساسا السيدات بالمجتمع كثير بنحبك لانك مزوي ومهضوم وبتفهم وحكيتك حلوين. وباسمي وباسم كل سيدات الكوتا النسائيه بنتشكرك على كل شيء عم تعمله معنا. خليني وقف تشكري. لا اولو لا 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 بدي اوقف ولو كرمال قيمتك ولو شو ما تعذب حالك ولو قال له شيء. شو الله مرسي بوكو. نحن لو عارفين هيك نوعية بترشح للانتخابات البلدية أكيد كنا أكرينا الكوتا مش هيك ساعة نايم؟ لا بصراحة ما أجينا هيك نوعية بالانتخابات النيابية.
ميرسي بوكو مع الوزير. سوري بس لو عم تقل عليك شوي صغيره، بس عندي هيك كم سؤال وكم طلب. ولو شو الحكي ولو شو المهم ولو شيء تطلبني شو. ميرسي كثير. مع الوزير، هلا هيدا الحبر اللي بنبصم فيه بالانتخابات البلديه، في مجال بليز تغيرنا اياه؟ لانه بالمره ما عم حسه اسرتي مع لون الفيرني تبعولي. اي لون بتحبي؟ فوشيا؟ شو عندكم؟ دورة جاي بنحط لك كذا محبرة، أنت نقي اللون بتحبي. إيه؟ وبدل قلم اقتراع بنحط انستيتيو دو بوتي، شو رأيك؟ بتحبي تعملي فرنش بوز فيرني؟ بدك إياه تعملي؟ إيه حبيت الفكرة، كثير أوريجينال، ثانك يو. وبعد سؤال أخير، سوري عم تقل عليك. تفضلي. مع الوزير، أنا جوزي ترشح على الانتخابات البلدية بس ما نجح، مع إنه لو بتشوف ولا جوزي مع الوزير شو حلو، هيك طويل ومثقف وبيحكي شي أربع خمس لغات، بس ليه قولك ما نجح؟ بما إنه ما أكرينا الإصلاحات على قانون الانتخابات البلدية، الشباب والعيال لعبوا دورهم بهالانتخابات، مش هيك؟ حضرت مدير؟ إيه مزبوط معالي الوزير، ما أنا جوزي جبه صغير. جبه صغير؟ إيه؟ يعني لو جبه كبير كان عنده حظوظ أكثر. حكي الحال، خدي هيدا كارتي بنبقى تواصل معك. دماغ ايه؟ الساعة 12 بعد نص الليل ما في مشكلة. زيت في مي، نمرة مميزة. بركة تحت البناية، شو بدك؟ ميرسي كثير، كلك ذوق مع الوزير، ميرسي. تاتيانا، تفضلي إذا بتريدي. سجلي عندك إذا بتريدي، هيدا قرار وزاري، كل عضو بده يترشح للانتخابات البلدية من هلا ورايح بده يخضع على هالشروط. أولاً لازم يكون شكله مقبول وإله طلة، لأنه هيدا واجهة البلد. ثانياً بده يكون ملم بالشأن العام وعنده خبرة أكثر من 10 سنين. عم بسجل عندي؟ نعم الوزير. ثالثاً بده يكون عنده خبرة كافية بالبنى التحتية، أي تبحيش وتنقير. الرابعاً بده يكون صيته كتير منيح بالبلدة والجوار. وخامساً بده يكون متعلم وبيحكي 5 لغات. وآخر شيء بده يكون طوله مينيموم 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 170 سنتيمتر. هيدي الشروط بتذكريها لكل الاعضاء اللي بدهم يترشحوا للمجلس البلدي، وانا هلا عندي جلسه مجلس وزراء، بتساعديني؟ تفضل معي الوزير. يلا انا راح اسبق. وزاره الصحه. اهلا مسيو، تفضل. بونجور دوموزيل، بدي قابل الوزير. معالي الوزير بعده شي فالي، اللي عنده مجلس وزراء، شو في اخدمك في انا؟ والله يا ريت فيك تحطي ايدك معنا يعني. بخصوص شو مسيو؟ أنا جاي بخصوص ال شو اسمه؟ ما مش ولا شيء. شو اسمه؟ بخصوص الأعضاء مسيو؟ ياش جريئة، ياش جريئة. إيه دموزيل، هدول هني اللي قلتي عنهم حضرتك. مسيو إذا جاي بخصوص الأعضاء، العملية إلى شروط وهذا قرار وزارة. بدي قرار وزارة؟ يا بيش قوية الوزراء عنا. أنا أقول حاطين إيدهم على كل شيء. تفضلي دوموزيل، شو هن الشروط؟ تفضلي قولي. أولاً. إيه نعم، أولاً. لازم يكون شكله مقبول. إنه إيه يعني؟ مش عارفني، مقبول إنه أوقات بفرق له شعراته بالنص بحط له. يقبر اصحابه يا دموزيل، مثل غيره، شفتوا لي شكله مقبول. وقالوا طلة. ايه. عليه كاريزما. شيء كثير. شوفي جاي على بعيد. طول قامي خلقه. يا شيء بس هلا ني ما مش ولا شيء، لانه واجهة البلد تعرف مسيو. هلا عبار اصحابه صار واجهة البلد؟ يعني بدك تقولي لي بده يجي السواح يتصوروا معه؟ لا يا دموزيل، لو كان قبل ايه، هلا لا. هلا كيف ما بتكبيه بيجي نايف؟ لا لا. ثانيا مسيو، تفضلي. بده يكون ملم بالشأن العام. كيف يعني؟ يعني صاحب وجبات. ايه صاحب وجبات. لا لا وجبات لا وجبات، ما فيك العرس القرص، ما فيك هيك. بس هلا نية فوني وانجح. الله يرحمه الله يرحمه. ليش ليش ما في شيء؟ ما عم نقول لك ما مش ولا جايب. من بعدها وعنده خبرة أكثر من 10 سنين. ما هو انضرب من 10 سنين. ثالثا مسيو، تفضل.
بده يكون عنده خبرة كافية بالبنى التحتية، أي بالتبحيش والتنقير. تبحيش تنقير؟ شو عم تنكيني يعني؟ هو لو ببحش بنقي الجاير عنده؟ تبحيش ليش بدي فيه؟ تبحيش وتنقير؟ شو بدي تقصي مي أنا؟ تبحيش وتنقير؟ على الله! على الله! تبحيش وتنقير؟ رابعا مسيو، تفضلي. بده يكون متعلم وبيحكي خمس لغات. خمس لغات؟ لا لا، بده يحكي خمس لغات. شو بدي فوتو باليوان انا؟ شو بتعمل استاذ جمعة؟ هو يشتغل وما يحكي، ما يطلع حسه بس يشتغل. خمس لغات؟ آخر شي مسيو. نعم تفضلي. بده يكون طوله قولي 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 ما تسعي قولي. مينيموم 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 170 سنتيمتر. شو؟ 170؟ منين؟ شو ده؟ دليفري؟ 170؟ دليفري؟ أنا بجي متر ونص. ما بجيبلك متر وسبعين. بعدين شو بدي فيه متر وسبعين؟ شو بدي اتصيد فيه سمك أنا؟ متر وسبعين؟ سبعين؟ شو بدش عليها غسيل؟ بعدين بتقل، بصير واحد ماشي هيك. لا 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 دموزيل، شو متر وسبعين؟ بعدين ما بيروح مطرح. عادي عادي الوزير، وين الوزير؟ عتير، خلينا نحكي انا وياه نتفاهم احنا وياه. يا مسيو، نعم. إذا بدك تعمل عضو بالبلدية هدول هن الشروط، وزير الداخلية زياد بارود هو اللي حطها. ولك أي بلدية؟ أنا جاي على وزارة الصحة، هون وزارة شو؟ هون وزارة الداخلية مسيو. وأنا أقول متر وسبعين. شو بدك فيه؟ شو بدك تحنزق عليه؟ تفضل. وين؟ أي طابق قلتي لي؟